معكم خاوتي، انا ما كنتم حيثما وجدتم. دائما احنا في الهايد بارك مباشره من لندن. يعني هذه تصميم هذه عين كما احنا نقول يشربوا من الناس. شوف هذا خدمها مولها، هذا اعتقد انه اسم المبتكر هو ديفيد هاربر هاوليك. يعني في داروها في سبتمبر 2009. يعني واحد كي يشرب هنا يعمر قرعه ولا ها شوف هكذا كاين هكذا من الفوق ومن تحت. يعني ها الانسان يقدر يشرب هنا، كان فيها اثنين يقدر يعمر القاروره من الفوق ويشرب هكذا. يعني سبحان الله في كل يعني شوف فدرين ها شكلها يعني ها ها تاع القارورات. وهنا عادي هذه كي دايرينها يشربوا بلاش، يعني شربه بلاش ها ما تكلف والو. يعني شكلها يعني شكلها يعني جميل. وكذلك ما شفنا هذا الشيء